الحديث عن آية الله الشيخ نمر باقر النمر حديث في الواقع يحمل في طياته مزيدا من العزة والكرامة والصمود وهو مفعم بهذه الحيوية الشيخ كان يعلم ومن يتحدث بهذا المنطق يعلم ما تؤول إليه هذه الأحداث ومجريات هذه الأحداث كان يعلم أنه سيوضع في السجن كان يعلم هو عندما تكلم في أي بقعة تكلم الشيخ كان يدرك تماما أن مصيره إلى السجن وقد يكون الإعدام أقرب بين عينيه عندما تكلم بهذه الكلمات فلماذا هو اتخذ هذا الخط وصارح نفسه وصارح شعبه وصارح أمته لأن هناك أيها الحضور الكريم منهجان في العمل السياسي منهج يربي أتباعه على الوعود المسونة يربي أتباعه على عناوين كالواقعية والاستراتيجية والتكتيك السياسي وهو يحمل في حركته روح الدعة والراحة مغيباً في حركته روح التضحية والفداء والعطاء الحقيقي لمثل هذه الساحات في المقابل هناك منهج آخر هو منهج الواقعية الذي يربي أتباعه على أن مصيره إن سلك هذا المنهج لا ينتظر غير البلاء لا ينتظره غير السجن وقد ينفني جيل كامل ولا تكتحل أعينهم برايات النصر لأنه اعتمد في هذا المنهج وفي حركته على أمر مهم وهو محور وغاية خلق الإنسان على هذه الأرض وهو منهج التكليف الإلهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني أنه لا يدرس المعطيات ولا يدرس النتائج ولكن محور حركته قائم على أداء التكليف الرباني الرسالي الشرعي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كلفه ذلك الدم الشيخ النمر كان يستطيع وبإمكانه أن يكون من خلف الستار وأن يتحدث بألفاظ تحمل اسم السياسة من الواقعية والاستراتيجية والديمقراطية إلى آخر هذه القائمة والسلسلة الطويلة من المفاهيم السياسية والألفاظ الرائجة عند الساسة لكنه كان واقعياً في منهجه وحركياً في عطائه وثورياً في حركته في الساحة ولم يكن ليتصدر حركة منطقته لأن المؤمن لا يتحرك ضمن بقعته الجغرافية إنما المؤمن يتحرك ضمن مشروع الإسلام العالمي في كل بقعة من بقاع الأرض من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم
إذا هذا الشيء آية الله الأمر في حركته أراد لنا أمران. الأمر الأول أن نكون يقظين في حركتنا وفي حماية ثورتنا من سرقة واختطاف الجهود التي يعمل عليها الثوار الأحرار. وهذا تحذير تحذير من الشيخ النمر أن تختطف الجهود وتميع مسيرة المطلب أو أن تحرف المسيرة برغمتك. لقد سرقت ثورات الربيع العربي ومُيع الهدف والثمار، ولا بد لنا أن يكون يقظين في ثورتنا في البحرين. ينبغي أن نكون حاضرين، وينبغي أن نفشل أي مشروع قادم من أجل أن ينقذ هذا النظام من التهاري ومن السقوط. لقد وصل بنا الأمر، وصلت المرحلة أن هذا النظام سيسقط لولا دخول المشروع الأمريكي الشيطان الأكبر لينقذه من خلال خيوط له في هذا البلد، ومن خلال المعارضة الرسمية التي تحاول أن تنقذ هذا النظام، وإلا فالنظام هو ساقط. لماذا تبقى الأوضاع وكأن الثورة لا تعيش ثورة حقيقية، وإنما تعيش احتجاجات هنا، اعتصامات هنا، ومسيرات داخل القرى؟ يجب أن تشعر النظام بأنه قد فقد السيطرة على بلاده. عند ذلك ستجدون النظام يتهار وتدك حصونه. يجب أن تعملوا على هذا الأمر. إذا كنتم تريدون للثورة أن تؤتي أكلها، يجب أن توقفوا الحياة الاجتماعية وتقولوا هذه الكلمة: إما أن يخرج المعتقلون من السجون، إما أن يخرج العلماء والرموز والقادة، وإما لا حياة اجتماعية في هذه الأرض. أوقفوا الشوارع، سدوا الطرقات. هذا هو الحل. الشيخ نمر النمر يحذركم في كلمته أن تكونوا يقظين واعين لحركة الثورة.